هل فاتني شيء؟ لا، لكن الفرقة الموسيقية ستبدأ. آسف، نتدرب فحسب. ماذا كان هذا؟ كان هذا صوت الترومبون. ما زلت لا أفهم هذه الآلة، إنها بوق كبير. في، هل أنت خفت قليلاً؟ بالتأكيد لا، لم نخف أبداً، ربما تفاجأنا قليلاً فحسب. يبدو لي أن ديمي قد ارتعب. من أنا؟ لا، كان هذا بسبب صلصة الفاصولياء المرعبة التي أكلتها. لم يذهب تأثيرها. لم أرى شيئاً بهذا الجمال المفزع من قبل. إنه فقط بيري. عيناه تحدقان فينا بشكل بريء ومرعب. جيد يا باري. باري؟ أين؟ هذا الدب اللطيف سيأكلنا، سأنقذكم. يجب أن نحضر دامي قبل أن يراه أحد. دامي، لا تقلق، إنه بالون فحسب، وليس بإمكانه أكلك. لكن عيناه، وهذا الوجه الوردي الكبير. أو لا، انتبهوا بوبي، إنه إدغار. هذا هو ما أظنه؟ إنه... ماذا تظنه يكون في رأيك؟ أجمل بالون رأيته، سأحضر مثله يا بائع البالونات. كان هذا وشيكاً. للغاية، الأفضل أن نعود. من أجل غريغوريا، تبدو خائفة للغاية. عن ماذا تتحدث؟ أنا بخير تماماً. وأيضاً ستبدأ الألعاب النارية بحلول الظلام. أوه، الظلام، هذا يبدو رائعاً للغاية. لا أصدق أنه ليس لديكم ألعاب نارية، إنها مذهلة حقاً. لو هي تشبه التنانين التي تنفث ناراً فسنحبها. بدأت الألعاب النارية، صوتها صاخب. هلا، هذا هو ما أظنه؟ البريق والصوت الصاخب، يبدو هذا كثيراً مثل الوحوش الأشرار. احتموا، هذه الأشياء البراقة ستلقي على المدينة كلها سحراً. أسمعته؟ إنه يحدث، لا أصدق، هذا هو ما كانوا يفعلونه في مدينتنا في ترانسلفانيا. جعلنا السحر نصيح مثل الدجاج لأسابيع. وهيك تحولت لخفاش، يجب أن نرحل من هنا. ثقي بي يا في، كل شيء بخير، لا يوجد وحوش. ولا سحر. اضغط للمزيد من فيديوهات ديزني جونيور، ولا تنسى يمكنك مشاهدة ديزني جونيور حصرياً على قناة OSN.